هز انفجاران منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله اللبناني، حيث قال مصدر أمني إن الانفجارين نتجا عن عمليتين انتحاريتين. توردت الأنباء أن الانفجارين وقعا قرب مقر للأمن العام، وبحسب الصليب الأحمر فإن 37 قتيلا وحوالي 200 جريح على الأقل سقطوا إثر هذين التفجيرين. ينضم إلينا الآن من بيروت وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور، مساء الخير. مساء الخير. بداية سيد وائل، ما هي حصيلة الجرحى حتى هذه اللحظة؟ أعتقد أننا تجاوزنا 200 جريح في اللحظة الأولى الذي طرح. والقتلى الشهداء أيضا أعتقد أننا تجاوزنا 30 شهيد. افتح الشباك كي معهم. طيب عفوا سيد وائل، نعم، كيف تتعاملون مع هذه الحادثة؟ هل المستشفيات المحيطة بمكان الانفجار تستوعب كل أعداد هذه الجرحى؟ هناك اكتظاظ، تم توزيع الجرحى والشهداء على المستشفيات المتعددة. على المستشفيات المتعددة طبعا حصل الاكتظاظ الأولي في مستشفى رسول الله أعظم الذي لم يعد قادرا على استقبال أي حالات، لذلك تم توزيع العدد الباقي على باقي المستشفيات المحيطة، مستشفى بهمن، مستشفى الساحل، مستشفى رفيق الحريري، مستشفى الساحل وغيرها من المستشفيات في المنطقة المحيطة. سيد وائل، كيف تقرأ هذا التفجير؟ طبعا يبدو أننا أمام عودة مجددا إلى سياق التفجيرات السابق الذي حصل في لبنان، وهذا أمر مخيف. هذا أمر يجب أن يدفع القوى السياسية اللبنانية إلى تحسس مسؤولياتها وإلى إطلاق دينامية مختلفة تشكل حصانة سياسية ووطنية للأجهزة الأمنية اللبنانية لكي تقوم بواجباتها. سيد وائل، أنت الآن في المشفى، أليس كذلك؟ نعم، أنا أهم بالدخول للمستشفى. نعم، كيف تصف لنا ما يحدث الآن من حولك؟ لا، أنا على باب المستشفى، لم أدخل صراحة، لذلك يعني أعتذر عن استكمال المقابلة. يعني بعتذر عن استكمال المقابلة لأني وصلت إلى المستشفى. أشكرك جزيلا وزير الصحة اللبناني السيد وائل أبو فاعور، ستكون معنا لاحقا ربما في نشرات إخبارية مقبلة بدأت.